وصف مستشار رئيس الفلسطيني محمود الهباش اللقاءات بين حركتي فتح وحماس بغير الجدية وغير المثمرة. الهباش أرجع ذلك كون حماس لا تريد مصالحة ولا إنهاء للانقسام. كما اتهم مستشار الرئيس الفلسطيني حركة حماس بأنها تريد دخول منظمة التحرير للاستحواذ عليها. هذا وأشار الهباش إلى أن ثقافة حركة حماس هي إراقة دماء الفلسطينيين على عكس حركة فتح. مستشار الرئيس الفلسطيني أضاف أنه يمكن بحث الاستعانة بقوات عربية بغزة في اليوم التالي للحرب، والذي شدد على ضرورة ارتباطه بحل سياسي يشمل القدس والضفة وغزة. مستشار الرئيس الفلسطيني أضاف أيضا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد دولة فلسطينية ويفضل فصل غزة عن الضفة. كما أشار الهباش أيضا إلى أن نتنياهو يفضل أن تبقى حركة حماس ضعيفة وتحت جناح إسرائيل. وحول الولايات المتحدة أشار الهباش إلى غضب الرئيس محمود عباس من واشنطن بسبب عرقلتها للمقترحات العربية لإنهاء الحرب، فضلا عن عدم تقديمها وزير خارجيتها أنتوني بلينكين لأي جديد خلال زياراته للمنطقة.